أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 348,771 فحصا جديدا لفيروس كوفيد-19. كشفت هذه الفحوص عن 987 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 716,381 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1554 حالة جديدة من المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 700,200 هذا. وتم الكشف عن وفاة حالتين مصابتين، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2038 وفاة. وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 20,070 جرعة جديدة من لقاح كوفيد-19، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 18,076,835 جرعة.